block. Sancho. Haaland. Haaland's volley! Bucket loads. Take the ball, Wally. Full risk. Up in the air. Oh. السلام عليكم الاخوان، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. الاخوان، قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نتمنى منكم دعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. الاخوان، اليوم غادي نهضروا على واحد الموهبه كرويه ساطعه بامتياز، واحد من بين افضل اللاعبين في العالم، اله تسجيل الاهداف بمعنى الكلمه، التورميناتور المبتسم، طفل اصلا من عائله رياضيه بامتياز. الاب ديالو كان لاعب سابق ليدز يونايتد. خوتي اخواتي، مرحبا بكم في القصه ديال النرويجي ايرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الحالي ودورتموند السابق. اخوان، كما قلت، اللاعب من اصل عائله رياضيه بامتياز، فالاب ديالو كان لاعب سابق ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، إلا أنه تعرض لإصابة اللي خلاته يغادر الملاعب. الإصابة اللي تعرض لها ضد اللاعب الإنجليزي روي كينغ. هالاند من بعد ما نضج وبقى يلعب مع مجموعة من الأندية إلى أن وصل إلى سن احتراف. من بين هذه الأندية اللي لعب ليها، لعب مع بيرلي، وبقى كيتألق مع نادي مورا نادي إلى أن وصل إلى دورتموند. وصل دورتموند، وهنا غادي تنفجر الموهبة الكروية ديالو في تسجيل الأهداف. وأنه خرج بواحد التصريح كيقول باللي بغى يسجل أكبر عدد من المباريات اللي كيلعب، يعني إلا كان لعب 5 مباراة يكون مثلا مسجل 100 هدف، بمعدل هدفين في كل مباراة. الإخوان، اللاعب صغير في السن، اللاعب عنده 23 سنة، مسجل تقريبا ما بين المنتخب النرويجي والأندية اللي لعب ليها تقريبا ما يفوق 200 بيت أو أكثر. هناك مجموعة من الإحصائيات كتقول بأن اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند غيحطم مجموعة من الأرقام القياسية، منها أرقام كريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. هاد اللاعبين اللي تربعوا على العرش ديال الكرة العالمية لواحد المدة اللي مكتقلش على 15 عاما أو 20 عاما، ولكن الإحصائيات اللي جاية وكتقول بأن هالاند ومبابي غيكون واحد الصراع ثنائي جديد غيتولد من بعد ما الصراع ديال كريستيانو وميسي صافي، يعني ما بقاش عنده ديك الحلاوة كما كانت شحال هادي في الكلاسيكو ما بين البارسا والريال. دابا مبابي كاين مع باريس سان جيرمان، هالاند كاين مع السيتي، كل واحد فيهم في دوري، ولكن الارقام والتحديات كتبقى متواصله. الاخوان، وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى منكم تخليوا الاراء ديالكم في التعليقات وتقولوا لنا شنو استفدتوا من هذه القصه، وما تنساوش تقولوا لينا الفيديو اللي بغيتونا نحطوه في الحلقات الجايه لنجعل المحتوى في المستوى. إخوان، تهلاو في راسكم.